مشاهدينا مرحبا بكم في حلقة جديدة من لقاء خفيف. معنا ضيف خفيف أو ضيفة في هذه الحلقة، كنستضفوا الممثلة المغربية كريمة وسط. لالا كريمة مرحبا بك. شكرا الأخ جاد، ولي الشرف أنني نكون معكم في حلقة ضيف خفيف. يا كنت سابقا ثقيلة، دابا جيت عندكم خفيفة. تنحيي الزومسات تي في على هاد الدعوة وعلى هاد الكلمة اللي غتقال حقكم وفي حق المستمع والمشاهد الكريم. كريم وسط غبرت تقريبا هاد شي عامين ونص، لأن كانت واحد كانت شوية ديال الفترة النقاهة، وكانت شوية درت العملية، ودابا الحمد لله كانت منا الجمهور ديالي يشوفني تاني بحلة جديدة إن شاء الله. الهدف ديالك من الزيارة لطنجة، شفناك اليوم في طنجة مرحبا بك، وبغينا نعرفوا شنو المغزى من الزيارة ديال الكريمة وسط لطنجة. سبب الزيارة للمدينة وعروسة الشمال لطنجة، أولا عزيزة علي مدينة طنجة والجمهور ديالها الحبيب، وعلى ضيافته وعلى شرف الصديقة والأستاذة اللي دائما كنجي نشوفها وكنجي نزورها في الحضانة، الأطفال الرضع المتخلى عنهم، اللي هي الخديجة، الأستاذة خديجة البوعبيدي. كندير واحد حفل لهذوك الوليدات المتخلى عنهم، وكندير واحد زيارة، وكنجوف بعض الأصدقاء وفنانة الكبار اللي تبارك الله منهم صديق والأخ حكيم. وغينطلق إن شاء الله غنصوروه في طنجة أنا والأستاذ، وهذا شرف كبير ليا. طيب شكرا كريمة. لا متشكرك يا لابد شتوكا لا بين ذي الطبا لا متشكرك لا بس كنتنوكا. وعلى الشرف دائما ملي كتكون شي مناسبه، وبحال دابا هذه المناسبه عظيمه على عيد المراه، وتنحيي كل مراه مغربيه والمراه اللي يعني المراه العالم كله، حنا يعني المراه المسلمه العربيه كلها تنحييهم، تنحيي تما المناسبه الرجل. حنا بغينا يكون عيد الاسره. من بعد العملية ديال التخصيص، واش هل هناك أدوار جديدة اللي الآن ممكن أنها توالم كريمة وسط وما كانتش توالمها قبل؟ واش كاين المنادات على كريمة وسط في أدوار جديدة؟ دابا حاليا أنا فترة نقاها، لأن مازال عندي عملية أخرى إن شاء الله بإذن الله. ولو أن يعني الجمهور كنشكروا بهذا المناسبة، لأنه كنتعاطفوا معي الجمهور داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن على المساندة المعنوية، وكنتمنى أنه يدعيوا لي بالعملية الثانية اللي غادي ندير، وتنشكر بها مناسبة كبيرة كبيرة، كنشكر بها الدكتور اللي ساهم واللي دار لي هذه العمليه الله يجازيه بالخير، ريشارد ابيتون، والدكتوره ماريا بن جلون، واللي كان السبب في هذا الشيء كله اللي باش دارت لي هذه العمليه. واحد النهار انا طلعت لاسانسور في 325 كيلو، طلعت هنا انا وصاكي تبارك الله، اسولوا عمليه بالكيران، طلعت اش نقول لكم، طلعت واحد السيده ما كان قالت لي السنسور عليك وانسيت لك وانسيت وانا؟ قالت لي انا 325 كيلو، قلت لها ويلي انا فيا 325 كيلو، قالت لي قلت لها اوكي انا فيا 300، ساكي في المونة ديالي في 25، هي كومبيان؟ قالت لي 325، قلت لها شكون اللي كوانسا؟ قالت لي انا، كتكلمي مع دروج. تنشكر كاع اللي ساهم معنويا، يعني اللي كيتسول فيك اكثر من كيعطيك، والكلمه الطيبه والمسانده هي اللي، وشكرا للجمهور المغربي. انا ان شاء الله غنكون معكم وتنولي ان شاء الله بخير وصحه جيده، لان ماشي سهله كي كنتي وليتي. والحمد لله، واللهم لك الحمد،
وبفضل ربي سبحانه وتعالى والتشجيعات ديالكم والمسانده ديالكم، تنقول للناس كاع اللي عندهم السمنه يتجهوا ويعالجوا السمنه، لان كاين حل للسمنه. واش ممكن اننا نشوف كريم وسط في شي ديفيلي مثلا؟ ايوا، هي تاع الشخص اللي قال لك كنتي هيفاء، قلت لي دابا غنولي شاكيره. هو الادوار او الديفيلي، انا كنتمنى ان شاء الله يعني كل الادوار نتقمسها، يعني ماشي كل الادوار ولكن على الشكل اللي غادي يرتاح لي الجمهوري الحبيب ويرتاح لي انا، لان ما يمكنش اي دور غادي ناخذه، لان انا كيهمني الجمهور ديالي يكون بالرضا ديالو. وبالنسبه للشكل ديال كريمه، سواء انها كانت سمينه يعني التخينه، ولو انني دابا ضعفت راك انسانه، وما عمري غادي نتبدل على الشعب والجمهور المغربي وحبايبي داخل الارض الوطن خارج الارض الوطن. وتنقول لكم كريمه ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله تشوفوها في حله جديده وباعمال جديده في 2016 باذن الله ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير والله يخليكم لنا، وعاش المغرب والله ينصر سيدي محمد السادس. شكرا لاله كريمه. مشاهدينا شكرا على حسن المتابعه، نلتقي في حلقه اخرى مع ضيف اخر، الى اللقاء. يعني الناس كيقولوا انا راني متزوج، راه الاشاعات الله يسهل عليا في طنجة. والله ما نمشي نتزوج.